التي عثر عليها إذن الجيش اللبناني في منطقة بين الحوش والرشيدية. إذن قرابة الساعة 4:30 تم إطلاق 4 صواريخ على دفعتين من جنوب لبنان باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولم تسفر هذه الصواريخ التي سقطت في نهارية عن أي إصابات أو أضرار. وقد عثر الجيش اللبناني إذن على منصات إطلاق الصواريخ، وهي منصات خشبية كما نشاهد أمامنا، بين منطقتي الحوش ومخيم الرشيدية. القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي كانت قد رجحت وقوف الجهاد العالمي حسب تعبير هذه القناة وراء إطلاق الصواريخ، وكانت قد ترددت بعض المعلومات عن رد قام به جيش العدو باتجاه جنوب لبنان، ولكن تم نفي هذه المعلومة. إذن لا رد من إسرائيل باتجاه لبنان، إنما وكما أفاد مراسلنا حسين سعد منذ قليل، هناك تحليق طائرتي استطلاع إسرائيليتين في أجواء المنطقة التي أطلقت منها الصواريخ. إذن كل ما في الأمر أن هناك تحليقا لطائرتي استطلاع إسرائيليتين في أجواء المنطقة التي أطلقت منها الصواريخ الأربعة. وكان المتحدث باسم جيش العدو أفيخاي أدرعي أعلن أن التقييم الأولي يشير إلى أن إرهابيين على حد وصفه من منظمات الجهاد العالمي أطلقوا القذائف الصاروخية، مؤكدا أن الحادث انتهى من منظوره العسكري، موضحا أن لا تغيير في التعليمات للمستوطنين. وأكد أنه لم يتم استهداف أو رد باتجاه الأراضي اللبنانية بعد إطلاق القذائف الصاروخية، هذا حسب المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي. إذن ما زلنا نشاهد بعض اللقطات أو الصور التي عرضتها القناة الإسرائيلية عن مكان سقوط الصواريخ الأربعة، إضافة إلى هذه الصور التي نشاهدها في هذه اللحظات، وهي عبارة عن المنصات الخشبية التي عثر عليها الجيش اللبناني، وهي المنصات التي أطلقت منها الصواريخ الأربعة. أيضا من المعلومات الجديدة أن هناك طائرتي MK من دون طيار تحلقان في هذه الأثناء في أجواء منطقة سور على علو متوسط. وكان قد عقد منذ بعض الوقت اجتماع طارئ لقيادة الجيش الإسرائيلي في الشمال لبحث إطلاق الصواريخ الأربعة. إذن حسب الوكالة الوطنية للإعلام، أعود وأكرر، أن هناك طائرتي MK إسرائيليتين من دون طيار تحلقان في هذه الأثناء في أجواء منطقة سور على علو متوسط. علما أن قيادة منطقة الشمال في جيش العدو تجتمع في هذه الأثناء بشكل طارئ للبحث في إطلاق الصواريخ الأربعة. ومعنا مباشرة من الجنوب مندوبتنا إلى هناك رشال كرم. رشال مساء الخير. مساء الخير جورج. ماذا لديك من معلومات أو معطيات جديدة حول حادث إطلاق الصواريخ الأربعة باتجاه الأراضي المحتلة؟ جورج، إضافة إلى المعلومات التي تم ذكرها والتي باتت معلومة بهذا الصواريخ الأربعة،
يمكن القول بأن الوصول إلى هذا الحرج حيث كشفت هذه المنصات الأربعة للصواريخ الأربعة مستحيل حتى الساعة، بحيث أن الجيش اللبناني هناك توق كبير موجود حتى الساعة، حتى هناك سيارات الإسعاف متواجدة في هذه المنطقة، ولكن بعد قليل سوف نبث فيديو إطلاق هذه الصواريخ، بدأ الآن بحوزة قناة الجديد سوف نبثه بعد قليل، ولكن في الوقت الحالي الوصول إلى هذا الحرج مستحيل. البعض الأهالي متواجدون هنا، الحديث بأن هناك الأمقاء التي يعني صوت تحلق تحلق في سماء هذا المنطقة، بحيث نحن تواجد يعني هذا الموضوع عاري عن الصحة، لا يمكننا أن نسمع أي شيء، حتى أن هناك الحديث عن هذا الموضوع حتى الساعة غير صحيح إذا جاز التعبير، بحيث أننا نحس نتواجد لا نسمع أي صوت. الأمور شبه عادية، ولكن بطبيعة الحال الجيش اللبناني يطوق هذه المنطقة. إذن الجيش يضرب طوقا أمنيا حول المكان الذي تم منه إطلاق الصواريخ الأربعة. كنت ذكرت خلال حديثك أن هنالك سيارات إسعاف. هذه مفارقة يعني. لماذا وجود سيارات الإسعاف بالوقت الذي لا يوجد يعني تبادل لإطلاق النار، ولا يوجد بالمبدأ يعني أي جرحى أو مصابين يعني؟ جورج، علينا التأكد أولا من هذه المعلومة، لماذا هم بالتحديد موجودون في هذه المنطقة، ولكن بالعين المجردة يمكن أن نراهم سيارتين للإسعاف، حتى ليس سيارة واحدة، ولكن السبب سوف نوافيكم به فور جهودي وفور التأكد منه 100%، عندها سوف نطلعكم على هذه المعلومة بالتحديد لماذا تتواجد سيارات الإسعاف في هذه المنطقة. نعم، أيضا ذكرت عن الفيديو الذي سنشاهده بعد قليل. نعم. لو تكررين تحديدا ماذا يحتوي هذا الفيديو؟ سوف يحتوي على إطلاق هذه الصواريخ تحديدا، بحيث أنه عندما نحن نعلم عندما تأتي القوى الأمنية وتطوق المكان يصعب تصوير هذه المنصات الأربعة التي كانت تتواجد. تمكننا من الحصول على هذه الصور ولا هذا الفيديو، هذه المنصات الأربعة التي تتواجد هنا، ولكن يعني هي مسألة وقت لكي نتمكن من بثها مباشرة على الهواء. نعم. على كل حال نحن نشاهد أمامنا على الشاشة بعض الصور التي تظهر المنصات الخشبية التي عثر عليها الجيش اللبناني وأطلقت منها الصواريخ الأربعة من الجنوب باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهي طبعا صور أولية. جورج، نعم، حتى عندما تم الحديث عن أن جيش العدو الإسرائيلي كان قد رتب في بعض القذائف على الأراضي اللبنانية، تأكدنا أيضا من هذه المعلومة من خلال اتصالاتنا مع عدد من الأهالي الذين يسكنون في القرى المجاورة، وهم نفوا هذا الموضوع أصلا، يعني شددوا على هذه المعلومة بأنها غير صحيحة، لم يكن هناك أي رد للجيش الإسرائيلي العدو الإسرائيلي على المناطق على الأراضي اللبنانية. هل تبدو حركة السير طبيعية رشال في المنطقة؟ يعني لا يمكن القول بأنها طبيعية، ولكن ليست بشكل الذي قد يصور بهذه الضخامة، ولكن طبيعة الحال الأهالي نزلوا إلى الشارع، وكما سبق وذكرنا بأن طالما أن الجيش يقف عند هذه الحدود عند هذا المشرف، هناك يعني زحمة السيارات والأهالي والشباب الذين وصلوا إلى هذه المنطقة للتأكد أو حتى من باب الحشرية لمعرفة ماذا يحدث تحديدا في هذا المكان. في الوقت الحالي ايضا وصل موكب سيارات للجيش اللبناني يدخل هذه المنطقه المحضره على الاعلاميين وحتى على الاهالي. اذا رشال، في حال ورود المزيد من المعلومات والتفاصيل لديك سنعاود التواصل معك. شكرا رشال كرم، مندوبتنا الى منطقة سور.